المساعي التي تبذلها إدارة المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بواقع المحافظة في كافة المجالات. بحضور نائب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة وممثل عن وزارة العدل العراقية وعدد من مدراء الدوائر في المحافظة، تم افتتاح صرح جديد من الصروح التي تعمل إدارة المحافظة ومجلسها على إنشائها دوما، وهي مديرية تسجيل عقار كركوك الأولى، حيث أن لمحافظ كركوك كان الدور الأساس في نقل الدوائر الحكومية من داخل المناطق المكتظة بالسكان إلى المناطق الأخرى، وأيضا تخصيص الأرض لهذه المديرية، علما أن مديرية تسجيل عقار كركوك كانت تشغل جناحا كاملا داخل محكمة كركوك. نشكر محافظة كركوك ورئيس مجلس محافظة كركوك على الاهتمام بدوائر وزارة العدل، ومن ضمنها تسجيل العقاري ونقل الدائرة وتحويلها من مكان الازدحام ومكتظ بالسكان، ومن ناحية الاهتمام في دائرة تحويلها من دائرة قديمة إلى دائرة حديثة، حيث تم تحديد تخصيص مبالغ وقطعة الأرض ومساهمتهم في وزارة العدل مع وزارة العدل لغرض إعداد خدمة لأهالي كركوك. اليوم تم افتتاح بناية تسجيل عقاري كركوك الأولى دون مشاريع، تم تقاليم التي تبناها إدارة محافظة كركوك. كانت البناية السابقة تشغل جناح في المحكمة، وكان البناية تشغل تفتقر إلى أبسط الخدمات، وبناية ليس بالمستوى المطلوب كوزارة العدل. طبعا بتوجيه ودعم من قبل محافظة كركوك الدكتور نجم الدين تم إكمال هذا المشروع، وهي مشروع مكمل ووفق تصميم أساسي لوزارة العدل. ضمن توجه إدارة كركوك لنقل الدوائر الحكومية إلى خارج الأحياء السكنية والمناطق التجارية، باشرت إدارة المحافظة بالسنة الماضية بالشروع بإنشاء هذه البناية، حيث كانت ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم. نفذت البناية بإشراف من قبل الكادر الهندسي في ديوان المحافظة بكلفة 1.2 مليار. توجه إدارة كركوك هو نقل الدوائر الحكومية، حيث الكل يعلم أن بناية التسجيل العقاري الأولى كانت تقع ضمن بناية محكمة كركوك، وبالتالي فإنها تقع في منطقة تجارية مزدحمة. بعد نقلهم إلى هذه المكان سوف يتم فتح الشارع والشوارع التجارية، وبالتالي نقلل الزخم المروري. رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ قالوا أن الحلة الجديدة لمديرية تسجيل عقار كركوك من شأنها إخراج الدائرة ومراجعوها من معاناة ضيق المكان والزحام، مضيفين أن الحفاظ عليها هي المحافظة على إرث وحضارة وهوية كركوك العريقة، مطالبين وزارة العدل العراقية التنسيق مع إدارة ومجلس المحافظة لتخصيص درجات وظيفية لأبناء المحافظة لتعيينهم في تلك الدوائر. صرح جديد يشيد في محافظة كركوك بجهود من مجلس وإدارة محافظة كركوك هذه الدائرة التي عانت الكثير وعانى مراجعوها من ضيق المكان، ألا وهي دائرة التسجيل العقاري. الآن تم افتتاح دائرة التسجيل العقاري الأولى بهذه الحلة القشيبة، والتي نتمنى أن تكون فاتحة خير لكل أبناء محافظة كركوك. هذه الجهود هي جهود الحكومة المحلية في محافظة كركوك، نتمنى أيضا من وزارة العدل التي تتبعها هذه الدائرة أن تساهم معنا، وخاصة في إيجاد فرص عمل وتخصيص درجات وظيفية حتى يستفاد أبناء محافظة كركوك وتقدم أفضل الخدمات لمراجعي هذه الدائرة. طبعا نحن نعتبر حدث مهم في أن يقوم مجلس وإدارة محافظة كركوك بالسعي معا لتنفيذ مبنى مديرية التسجيل العقاري الأولى في كركوك، انطلاقا من أن واجبنا كحكومة محلية إدارة ومجلس أن نوفر البنايات الملائمة والكافية أيضا لدوائر الدولة، كما أننا نعتبر دائرة التسجيل العقاري واحدة من أهم دوائر كركوك باعتبار التصاقها اليومي بالمراجع، وأيضا حفاظها على إرث وأملاك وهوية المدينة وأيضا حقوق المواطنين. لا تزال إدارة ومجلس المحافظة تعمل وتعمل الكثير من أجل خدمة المواطن الكركوكي أولا،
من خلال تقديم أفضل ما لديها للارتقاء بواقع المحافظة بين المحافظات العراقية. ألغورت حسن، فضائية كركوك. كشف مدير بلدية ناحية بردي عن تنفيذ عدة مشاريع في الناحية.